الفترة لغاية السبعينات كان يزرع القطن مركز دشن ونوعية طبعا. القطن كان يزرع حوالي 30,000 فدان مركز دشن. في مركز دشن والوقف يعني مع بعض. المركزين مع بعض. كان مركز واحد. كان القطن يبدأ يرمل البذرة وبعد كده البذرة تطلع ينقوا منها الحشرات والنباتات اللي هي مصابة وبعد كده يبدأوا هي كماوي ومخزون وحاجة زي كده. بعد كده كان فترة الجني. ولاد وبنات كانوا يشتغلوا في الجني من الصبح لغاية العصر. كان أجرة الولد ده كام أو البنت دي؟ من 2 قرش ونص لخمسة ساعات. 2 قرش ونص لخمسة ساعات يومية كاملة. يومية كاملة. في نفس الوقت كان يعني علشان تسوق القطن كان في ناس شغلتهم دي يعني يودوا للمحالج. كانوا مشتركين مع المحالج يودوها يجمعوا ويسلم هم المحالج. المحالج دي كانت فين حضرتك؟ المحالج كان في جرجي حضرتك واسيوط واظن البلياني حاجه كده يعني. بنزرع كان زرع عادي وتعمل له دنابيس زي اي زي زرع الشامي بس هو محصوله منتج محصول كويس ويجيب انتاج بس الايدي العامله قلت سببها ان هو ما زرعش عندنا والاغلبيه زرع قصب. انت زرعت القطن زمان؟ زرعت القطن زمان. زرعت القطن؟ زرعت. كنت زرع مساحه قد ايه تقريبا؟ كنت زرع بتاع 7 فئات. كان انتاجه كويس بالنسبه لك؟ طبعا احسن من انتاج القصب. طبعا يجي اخر الموسم يروح المصنع يقبض عادي. كان في تجار كتير بياخدوا من القطن؟ طبعا. كانوا من هنا ولا من بلاد ثانيه؟ لا من اسيوط ومن بحر ومن بلاد. كانوا يودوه فين؟ يودوه مصر من بلاد الخارج. يصدروه. كان القطن المصري دي معروف. كان عندي حوالي 9 سنين. 9 سنين؟ كنت تيجي مع القطن؟ كنت اجني واحط في عبد كنا نعبي العبد بتاع الواحد كده. ونصدوه على الشوارع عند الشوالات الكبيره ونخش ثاني نبني. فكان القطن ده خير يعني خير. ازاي؟ خيرات كتير وكان لما يتعبى في السويك هنا والتجار تشتري مع بعض وكان النوع العين فينا بتلات تعريف. اليوميه بتاعتك؟ اليوميه بتاعتي والريس بتاعنا كان بخمسه تعريف. يلمنا 20 عيل 30 عيل وكل عيل يقوم بالتاوى معاه وبصلي عشان ياكل هناك ما يطلعش. العصر يدي ناخده بعضنا ونروح يجيب. كان خير كتير وكان فيه ليمون كده تلقاه وتلقى الليمون مبرشك وتلقى القطن اسحب القطنايه كده ونحطها في عبه يعدي في عبه ويروح ويرجع تاني. كانت خيرات حلوه قوي. ايام زراعه القطن احنا سيد ما كنا نزرع القطن كنا نزرعه في شهر في اول بشير في شهر 3. وبعدين كان القطن ديتي هو الوحيد اللي معانا نحن الكنز بتاعنا. ده يعتبر كنز. اللي عاوز يتجوز كنا يتأجل للقطن، اللي عاوز يتكس يتأجل للقطن، اللي معاه أرض عاوز يشتريها يتأجل للقطن. لأنه كان القطن يجمع معانا. المحصول الرئيسي. المحصول الرئيسي. ناس كتير كانت زارعه قطن في الوقت ده؟ كانت الحرجه كلها تتساب قطن. في السنه كامل كلام طبعا انا حصلته واخد بالك من الستينات ورايح لحد 67 لحد 68 69 70 كانت منع من عندنا القطن. 70 توقف زراعته. توقف الزراعه كنا متضايقين. لانه كان الرصيد الوحيد كليني. كلينا نحن العيل واخد بالك كان يحوش يشتغل بثلاث قروش بخمس قروش واخد بالك 300 3 قروش او 5 قروش وخمس قروش. كانت ايه شغلانته بالظبط في الوقت ده؟ كان يجمع القطن. يجمع القطن ويعبيه. وكان بعد كده انت عارف اللي يلقط في القطن يحوشهم واخد بالك يبيعهم كان الرطل بثلاث قروش برضه. من ساعه القطن ما مشي المزارعين جه الفاضي. القصب خرب بيوت. القصب خرب البيوت. لانه القصب بقت الناس هي واخد بالك البنك بقى مدين الناس والناس طبعا ما سداش ليه الفوايد من الاول ما كانتش فيه فوايد على البطن.